ما عم ترد؟ لأنه 100 مرة قلت لك شغلي ما بتتدخلي فيه ولا بتكتري غلبي. أهلين جاد. سمعت شو صاير؟ لا خير، شو في؟ مرت عمك عطتك أمرها، هلأ خبرني جود. بقية بحياتك، خبرني جود من الصبح. حكاك جود من الصبح؟ وليش ما خبرتني؟ قلت لحالي لاحق تسمع أخبار السوق. ممكن شوفك؟ انت وين هلا؟ انا بمكتبي. شو رجعت زبطته بالظاهر؟ ايه رجعت زبطته. ممكن تجي لعندي هلا ضروري؟ طيب يلا، ساعة زمان بكون عندك. ماشي، بانتظارك. عندي احساس حدا ولدان من جديد. كل شيء كتبته من قبل ما له قيمه، كل شيء عملته ما له طعمه. مو بيقولوا الداخل مفقود والخارج مولود؟ لو بنعرف ان الحبس راح يطلع لنا اياك فيلسوف كنا من زمان سعينا لك بشي مخبر ابن حلال. يا الله يعطيك العافيه. والله اول مره بشوف حدا طالع من الحبس اقوى من قبل. لا بظن انه في كثير ناس هيك، بس